أعلن والي البحر الأحمر فرض حظر التجوال في مدينة بورسودان على خلفية النزاع القبلي الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. واندلعت الاشتباكات في مدينة بورسودان ليلة أمس على خلفية نزاعات قديمة تجددت بين شخصين تطورت إلى مواجهات عنيفة، ووقعت الأحداث في الأحياء الجنوبية من مدينة بورسودان. المواطنين الكرام الشرفاء، لقد ظللنا في الأيام الماضية نعمل على رتق النسيج الاجتماعي وفرض الأمن بالولاية في مناطق التوتر بين قبائل البني عامر والنوبة، وبناء على مراقبة الأوضاع وتصاعد التوترات بين هذين القبيلتين بمدينة بورسودان والحوادث المأساوية التي تحدث الآن ومنذ الأمس من قتل وضرب وحرق في الممتلكات، وبعد أن باعت جميع الجهود مع الإدارات الأهلية ومكونات هذه القبائل في تدارك الأحداث، وبعد تعرض القوات التي كانت تفصل بين هذه المكونات منذ 3 أشهر وتعرضها للضرب والمضايقات، وبعد اجتماع لجنة أمن الولاية وتقييمها للأوضاع ومجرياتها، فقد قررنا فرض حظر التجوال بمحلية بورسودان اعتبارا من اليوم من الساعة 7:30 مساء وحتى الساعة 4 صباحا، على أن تستثنى من ذلك الطواقم الطبية والحالات المرضية والعمال الذين يعملون في مناوبات خلال تلك الفترة بعد التصديق لهم من الشرطة. نسأل الله السلامة والأمن والاستقرار لجميع مواطنينا في ولاية البحر الأحمر.